ايوه يا جمال يا نادله. اهلين يا روحي، لك كيفك يا حلوه؟ اشتقت لك كثير ميمو. يا بنتي انت نادله كده ليه؟ يعني انا لو ما اتصلتش بيكي انت ما تتصليش بيا ابدا. والله معك حق، بس لو تعرفيني قديشني معجوقه ومشغوله. طمنيني عني، كيفك انت وكيفه حسام؟ كرومه الصغير كيفه؟ انا حسام خلاص خلصنا. شو؟ يعني طلقته؟ ونهائي كمان. خلاص ما بقيش مستحملة كذبه أكتر من كده. يا روحي قلبي معك، بس إذا هيك مرتاحة خلص معلش. طبعا مستريحة كده أحسن بكتير. المشكلة بس إن هو خد كرم وسافر على بيروت. فيني ساعدك بشي؟ لا يا حبيبتي، هتساعديني في إيه؟ بس مفيش أي حاجة. أنا مش عارفة، بس أنا قلت أنتي في بيروت وهو في بيروت، مش عارفة. ولا يهمك ولا يهمك، كبري دماغك. لكن ميرفت، فينك تنزلي امتى ما بدك على بيروت؟ منه بتطمني على حبيب قلبي كرومه، ومنه بشوفك. عن جد اشتقت لك كثير. والله فكره ليه لا؟ بص انا عندي شويه حاجات ممكن اخلصها وتلاقيني طب عليكي على بيروت. لكن اهلا وميت سهله، لا تطولي، مشتقت لك كثير. وانت يا نادله ناويه تيجي مصر امتى؟ بلا، جاي عندي افتتاح مهرجان القاهرة، أكيد إذا أجيت بدي أشوفك ونطلع سوا. أوكي يا حبيبتي، أشوف وشك على خير. ماشي حبيبتي، بوساتي، لا تزعلي. ولا يهمك. باي. شباب حضروا لي السيارة، بدي فل. بعتذر مدام، مسيو جو مش هون. ايه ما انا فلة وحدة. بعتذر، ما عندنا اوامر. انت شو عم تحكي؟ التعليمات والاوامر بتقول انه ما فينا نخليك تطلع. كيف يعني ما فيكم تخلوني اطلع؟ مش عم بفهم. مشان سلامتك مدام، انطر اوردر من مسيو جو. مسيو جو؟ مدام نحن بننفذ تعليماته، بس اكيد هذا الشيء كله مشان سلامتك. ايه جو، وينك؟ كيف لي؟ بدي اتجي هلا على الفيلا. ياسمين انا مشغول، مش فاضي. قولي لي ايه اللي حصل؟ جو البادي جاردز ما بخلوني اطلع برات الفيلا. طيب يا حبيبتي، انا عايزك بس تهدي كده وتشرب واحد ليمون وانا جاي لك. جو انا كنت بدي اطلع ضروري، كان لازم. ياسمين انا مش فاضي وانا جاي لك في الطريق. باي. ما يسرع.